مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. شهر نوفمبر ونيتنا لهذا الشهر هي تنظيف الصدمات، وعندنا خلفية الجوال عشان تذكرك بنيتك. اللي ما حط النية يحط النية معانا، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. وبرضو عندنا الفيلم، ما أبغى أقول لكم شوفوا الفيلم الحين، بس يعني رتبوا أنفسكم عشان تشوفون الفيلم خلال الأيام القادمة، لأنه في تقريبا 10-11-12 راح نناقش الفيلم. نبغى نفهم من خلال الفيلم زوايا من الصدمة ونظام الصدمة. كلنا عندنا صدمات، كلنا عندنا صدمات، لذلك نحتاج ان نحط النية. خلفية الجوال اربكتني، لا تحطينها. اي شيء في هذه الحياة كبير ولا صغير، يعني كائنا من كان يربك انسحبي، لا تحطين شيء يربك. خذيها مني كذا من الآخر، لا تحطين شيء يربك، لا تحطين شيء يربك. بس ها برضو لا تخلين أحد يلعب في مخك عشان يربك، ها كلها، ها يعني لا تسلمين مخك لأحد عشان هو يربك ويخوفك. بس إذا أنت كذا ارتبكت خلاص لا تحطينها. نية تنظيف الصدمات نية ثقيلة، ما هي شيء خفيف يعني. فالمفروض انك انت تكون مستعد انك انت يعني تنظف، يعني انت بتطلع شيء ثقيل من الصندوق الاسود. انت ما راح تطلع شيء خفيف، لا، يعني انت بهالنية انت ناوي تطلع، يعني تطلع الفستان التعبان. اكثر قصة تعبانة من القصص التعبانة في الصندوق الاسود تبغى تطلعها. فارجوك يعني حط النية وانت كذا يعني ايش مستعد انك انت خلص خلص. إلى متى وانت يعني متشبث في هالصندوق التعبان؟ عندنا احنا مقبلين على نهاية السنة، وعندنا سنة جديدة نبغى ندخل بهوية جديدة، بقيم جديدة، بأفكار جديدة، بإنرجي جديدة. نبغى ننتقل لمرحلة أفضل وأحسن في الحياة. فصحيح إنه في صعوبة، لكن صراحة الموضوع مغري إنه أنت يعني إنه أنت تصير شيء أفضل، شيء جميل إنه أنت تصير شيء أفضل. طيب اليوم نبغى نتكلم عن نظام الصدمة. نظام الصدمة عندنا كورس اسمه نظام الصدمة، وعندنا برضو أبانوس برنامج التحرر من الصدمات، وما زال عندنا كورسات التنظيف كلها الكبيرة والصغيرة كلها موجودة في الموقع لنهاية الشهر، لأنه الناس يحتاجون وقت يعني عشان ينظفون، وخصوصا يعني قبل نهاية السنة نبغى نصير خفيفين الأهداف والنوايا. نظام الصدمة راح نطلع على المحاور وراح نشوف وش الشيء اللي مناسب إن نسمع منه شوي. نظام الصدمة هو نظام، جيد إنك تفهم النظام، جيد إنك تفهم أي نظام، حتى لو كنت تحس إنه النظام ضدك، حتى لو كنت تحس إنه النظام ضدك. زي لما يقولك فيك المرض الفلاني، طب خلني افهم هذا المرض من وين يجي، شلون جاء، وش علاماته، وش اثاره، وشلون ينتهي، وش العلامات انه بينتهي. كل تبغى تفهم دوره المرض كامله لانك معني في هذا الموضوع، فبالتالي انت تبغى تفهم عشان ما تقع في الموضوع مره ثانيه، عشان تتعالج، عشان تتشافى، عشان تخلص القصه. نفس الشيء نظام الصدمه هو نظام قد ما تعتبر انه صديق على الاقل في الصوره الصغيره، لكن في الصوره الكبيره هو صديق. في الصوره الكبيره هو صديق لك، هو اللي يطورك في الحياه. فانت تبغى تفهم هذا النظام عشان ما يعني تتواجه معه، تتالم منه، وان كنت بتتالم لكن اقصد يعني يكون الالم اسرع واخف. وتبغى بعد انك تصل لمرحله انك انت تصنع السيستم هذا. ما تبغى ان هو يصنع لك، ما تبغى ان هذا النظام يصنع لك، تبغى انت اللي تصنع النظام هذا. هذا النظام
ماشي على كل البشر كبيرهم وصغيرهم، كل البشر ماشي عليهم نظام الصدمة من ولادتهم لموتهم، تختلف الدرجة وتختلف الحدة وتختلف يعني المدة، مدة الدورة الواحدة للصدمات، لكن الكل داخل فيها ومعني فيها. بالضبط، الصدمة نعمة بس مو بالصورة الصغيرة، بالصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة هي هو نعمة، وهو الهدف منه في النهاية تطويرك، انك انت تتطور. نظام الصدمة يهدف في النهاية يهدف الى انك تتطور، الى انك تتطور. لذلك يعتبر نظام الصدمة هو تابع لقانون التغيير، وهذا القانون يعتبر بعض الاشخاص يعتبرونه هو القانون الحاكم لتجربتنا الحالية، قانون التغيير. ونظام الصدمة هو نظام رئيسي في قانون التغيير، ليش؟ انه جزء من قانون التغيير يعتمد على قصة التحول، والتحول لازم يكون في نظام صدمة. ما في تحول ما في نظام صدمة. طيب، يعني إلا يعني شخص يعني فاهم النظام يعني ومرتب القصص ترتيب يعني خطير، هو اللي يقدر يعني. وأنا يعني نيتي من هذا الكورس أنه يكون في أشخاص يصلون لهذا الإدراك، أنهم يضبطون نظام الصدمات لأنفسهم بدل ما هم يتورطون فيه. بس أنه قانون التغيير هو كيف بيغير؟ يسوي تحول، بعدين يسوي تحول، بعدين يسوي تحول. هذا التحول يحكمه نظام الصدمة، يسوي موت، يسوي حياة، يسوي تغيير، تدمير، إحياء، تدمير، خلق، تدمير، خلق. فكل هذه كلها صدمة 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 صدمة. فأنت لما تطلع للحياة أنت يعني صدمة، صدمة الحياة هذه كلها. هذه لما تطلع للحياة وبعدين صدمة الموت. فهالتحولات هذه يحكمها نظام الصدمة، وهو نظام رئيسي في قانون التغيير. ذلك مهم انه احنا نعرف، طيب، هل انت وصلتي؟ انا مجتهده، قلت لكم قبل انا مجتهده، انا زيكم، انا يا جماعه احاول، اجتهد. طيب، خلنا نشوف المحاور. عندي هنا نظام الصدمه، اول شيء عندي مقدمه، وبعدين عندي نظام الصدمه، هذا المحور اشرح فيه نظام الصدمه، بعدين صدمه الاستناره، صدمة الموت، الصدمات الجماعية، هل البشر ينتظرون صدمة؟ لماذا صدمة الطفولة؟ اللي يقولك ليش أنا تعرضت لصدمة وأنا طفل؟ لسه الحسابة ما بدأت تحسب، ليش كنت طفل؟ ما بديت يعني لسه ما حسبت طاقتي وما حسبت مشاعر، ليش انصدمت وأنا طفل؟ فهذا هو المحور، وناقش لماذا صدمة الطفولة؟ وعندنا محور لماذا تحدث الصدمة أصلاً، وعندنا محور دورة الصدمات، أقصد فيها الدورات اللي تمر فيها الصدمة، إنه صدمة تمر بمقدمة وبعدين تدخل في العمق وبعدين تصير قصة ثانية، وبعدين زي ما قلت لكم أمس لما شرحت لكم إنها ممكن تقفل على دورة واحدة، ممكن تكون لولبية إنها تنتقل صدمة ثانية وبعدين صدمة ثالثة وبعدين صدمة رابعة كده. هذه هي دورات الصدمات. بعدين كيف تصنع صدمة، أنت كيف تسوي صدمة. بعدين محور سبع علامات تدل على أنك على وشك صدمة، يعني علامات اللي لما تشوفها تقول جت الصدمة، جت نوايا الصدمة. في نوايا لما تحطها أنت تضبط موضوع الصدمة، ماذا سيفعل الناس حين تصاب بالصدمة، 10 اقتراحات سيقدمها النظام وقت ما انت نظام الصدمة لما يصير عنده لستة، يعني هو كذا النظام
هو جاي ومعاه اقتراحات النظام، لما يجي عنده لسته كذا قائمه يقول سوكي سوكي. طبعا هو ليش يعطيك الاقتراحات؟ لانه هو يبغى يوصلك، هو يبغى يوصلك للقصه معينه، زاويه معينه، فعشان كذا يعطيك هذه الاقتراحات، يعطيك اقتراحات كل الناس يعطيهم هذه الاقتراحات عشان يوصلهم لنقطه معينه، لانه في النهايه هي الهدف واحد، هدف انك تتطور في الصوره الكبيره. طيب 10 اقتراحات سيقدمها النظام. بعدين عندنا اكبر مشاعر الصدمه، اخطر شعور ممكن تواجهه وقت الصدمه. بعدين عندنا اهم 6 اشياء ستتنازل عنها وقت الصدمه. بعدين 6 طرق لتسريع الصدمات، اللي هو خلنا نقول انك انت تختصر وقت الصدمه، بدل ما اكون مصدوم يعني 10 سنوات اختصرها الى سنه، بدل ما اكون مصدوم 3 سنوات، لانه على فكره اغلب الناس يعيشون ما زالوا في دائره الصدمه، ما قفلوها. اغلب الناس تعيش حاله الصدمه، اغلب الناس دور حولك، اغلب الناس حولك يعيشون حاله صدمه، ما زالوا في نفس الدائره، ما قفلوها. فهذا الاقتراح انه انت تخلص الموضوع بسرعه، ما تقلق، ما تطول وانت عارف في القصه هذه. بعدين عندي الجنس والصدمات، من ستقابل بعد الصدمه، مين هم الاشخاص اللي راح تقابلهم بعد الصدمه. الصدمات بعد الصدمه، لانه زي ما قلت لك لما تجي صدمه وما تتقفل راح تسوي صدمه ثانيه، ما تتقفل راح تسوي صدمه ثالثه، وهكذا تصير زي اللولب. ففي صدمات محتمله بعد الصدمه. بعدين عندي اخر شيء اللي هي اسئله لفهم دروس الصدمات، هذه الأسئلة تساعدك على أنك تطلع بدروس زي ما نقول مهمة لانتقالك لمرحلة جديدة في حياتك بعد الصدمة وخاتمة. هذا هي محاور نظام الصدمة.